بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم جدا يوضح قيمة القوة في الإسلام. والحقيقة ربنا سبحانه وتعالى يعني عظيم وكريم، وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، يعني الحاجات الهايفة والبسيطة ربنا يكرهها ويحب معالي الأمور. والقوة الحقيقة في الإسلام لها منزلة عظيمة جدا، ولكن هذا الحديث العظيم الحقيقة يبين لنا أهمية القوة وكيف نحصل هذه القوة. الحقيقة هذا الحديث الحقيقة لو الإنسان تأمله سيغنيك عن قراءة عشرات الكتب في التنمية البشرية، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضح ما هي القوة، ووضح كيف تتحصل هذه القوة. الحقيقة مقاومات هامة جدا. الحقيقة المقصود بالقوة هنا في هذا الحديث هي طبعا قوة الإيمان وقوة النفس والعزيمة وأيضا قوة الجسد. يبقى كل أنواع القوة هي المحصلة، ولكن قوة الجسد وحدها أو القوة من غير قوة إيمان سوف تعود على صاحبها بالوبال والفشل. لأن الأساس أو القاعدة الأساسية التي ينبني عليها نجاح الإنسان هي القيم العليا. الحقيقة بترى بعض البنوك أو المؤسسات، ممكن بترى كده شاب كده في نهاية الثلاثينات أو بداية الأربعينات بقى هو مدير مؤسسة كبيرة جدا، وفيها عن ناس عندهم 50 و60 سنة وأكثر من ذلك. لماذا؟ لأن القيم طبعا العليا وإيمانياته صادق لا يكذب لا يخون لا يخادع، ودي الطيبات الذي أمرنا الله عز وجل بها، هي دي الطيبات الإيمانية كما قال ربنا عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولكن كيف تتحصل هذه القوة؟ أولا القوة الإيمانية وتعظيم الله عز وجل ده الأساس، لأن الرسول يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كيف تتحصل هذه القوة؟ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، أن تكون حريصا على كل ما ينفعك في أمور الدين طبعا وأمور الآخرة وعلاقتك بربنا أهم، وأمور الدنيا أيضا. يعني بعض الناس الحقيقة لا يزور المساجد أبدا، طب ما هو ده ينبغي أن يكون حريصا على ما يقوي إيمانه. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وكل خطوة تخطوها المسجد تأخذ حسنة، وخطوة أخرى تكفر عنك سيئة. بعض الناس معتزلة تماما المصحف كتاب ربنا عز وجل، وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا في كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ويوم حرف. إزاي أن أنت معطل نفسك؟ يبقى احرص على ما ينفعك، يبقى كل ما ينفعك لابد أن تكون حريصا أيضا في أمور الدنيا. الحقيقة بعض الناس لا أوزانها ثقيلة جدا، والدكتور قال له: خلي بالك أن لابد أن تخفف وزنك، لأن أنت عندك سكر أو عندك مشاكل صحية. فلا يعبأ بذلك ولا يهتم بما ينفعه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد الأسباب العظيمة لتحصيل القوة أن تكون حريصا على ما ينفعك في أمور دينك وأمور دنياك أيضا. بعض الناس عندها بعض المشاكل الصحية وبيهمل في نفسه، المشكلة بتكبر. زي ما يكون عندك خطأ في المشكلة في السيارة بتاعتك وتتركه، تيجي تبص الخطأ أصبح خطأ أكبر، ثم خطأ ثاني، ثم خطأ ثالث. لا، ينبغي أن يكون الإنسان بعد تعظيم الله وتكوين الإيمان في قلبه أن يكون حريصا على ما ينفعه. ثم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. دي قواعد هامة جدا في الفهم. يبقى انت حرصت على ما ينفعك ليس كافيا، ينبغي ان تتوكل على الله وان تستند الى الركن الركين والى ربنا عز وجل، لان ربنا سبحانه وتعالى يحب معالي الامور. فتستعين بالله وتتوكل عليه، هنا تحصل القوة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحقيقة العجز دي مسألة خطيرة جدا، اللي هو اليأس، وأن يكون الإنسان عنده كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العجز والكسل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. يبقى العجز بقى الأفكار السلبية والتفكير في الإحباط واليأس وفتور الهمة. لا، ينبغي أن يكون الإنسان عنده عزيمة قوية. والحاجة اللي بعد كده بقى ومقاومات التوكل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ما يكون عندك حسن ظن وتفاؤل وتغلق أبواب الشيطان بلو. بعض الناس يعيش في الماضي وألام الماضي، خلاص الماضي انتهى، ما تقولش لو كان كذا ما كان كذا. وربنا سبحانه وتعالى يدير هذا الكون برعايته ورحمته وعدله، فلا تتأوه على الماضي، بل ينبغي أن تنظر نظرة مستقبلية للأمام. دائما تنظر إلى التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولأن الاستعانة بالله معناها التوكل. والحقيقة إن لو تفتح عمل الشيطان الأفكار السلبية، ودي آخر حاجة بقى بعد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى،
الإنسان يترك الأفكار السلبية ولا يعيش الماضي وألام الماضي والتكلم عن الماضي، لأن هذا لا يفيد. عيش الغد باستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، يكون الإنسان حريصا على ألا يضيع منه ما ينفعه في حياته وفي آخرته. أيضا تكلمنا عن قراءة القرآن وعن الذهاب إلى المساجد، أيضا جبر الخواطر. يعني إن أعظم الأعمال الصالحة تجبر خواطر الناس. أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على قلب مسلم. يجي لك أحيانا إنسان مكتئب أو إنسان مجروح، ممكن كلمة واحدة يبقى لك، كن حريصا على ذلك، على إرضاء الناس وجبر خواطرهم، فإن ذلك يعلي منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا في أمور الدنيا أن تحافظ على صحتك، تحافظ على التمارين الرياضية، تحافظ على تخفيف وزنك. يعني بعض الأطباء بيقول لك إيه، الوقت كان بيكلم واحد يعني فوق الأربعين وكان منهك، بيقول له الوقت الذي ستقضيه في الرياضة هو ستقضيه في المستشفى في العلاج والألام والأوجاع. لا، يبقى الأولى والأسهل لك أن أنت تعمل رياضة، حتى لو تمشي ماشي سريع عشان تنشط جسمك، لأن هذه الأوقات وإن كانت مؤلمة تتعبك شوية، ولكنها أسهل بكثير جدا من أن تقضيه في المستشفى. يبقى الإنسان يكون حريص على ما ينفعه في أمور دينه وأمور دنياه، فهنا تتحصل القوة ويكون قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وربنا عز وجل لما يحب إنسان، إن الله سبحانه وتعالى طبعا إيه بيعلي مكانته في الأرض، ربنا عز وجل إذا أحب إنسان كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وعينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني إيه لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولكن هذا المؤمن الضعيف يحبه الله أيضا وفي كل خير، عشان ما حدش يتصور من أهل الظلم الذين يبغون في الأرض فسادا، والملحدين والبعيدين عن طاعة الله عز وجل والمعطلين الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذول ليس له قيمة عند الله سبحانه وتعالى وليس لهم وزن، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالرجل العظيم السمين ذو القيمة فيوزن عند الله فلا يزن جناح بعوضة. لا، هؤلاء، هذا المؤمن وإن كان ضعيفا يزن آلاف المرات من هؤلاء البعيدين عن الله سبحانه وتعالى والبعيدين عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم وفي كل خير. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً.